طبعا النادي الاهلي عودنا ان هو على طول سباق وعلى طول يعني عينه على المجتمع على طول واحداث اللي بتحصل في المجتمع. واحنا فعلا موضوع التنمر ده بقى موضوع صعب جدا، بيحصل في كل احداث في كل اوقات في حياتنا وبيحصل على طول، فبقى الموضوع فعلا محتاج وقفه مننا ومحتاج ان احنا نتكلم. وانا يمكن بصفتي ان انا شغال مع السن الصغير الفتره دي بشكل كبير جدا وبشكل فيه تركيز، لا انا شايف ان فعلا الحاله بقت صعبه وبقت محتاجه ان احنا كله يتكاتف ان احنا نخرج الحاله الصعبه دي من حياتنا.